غضب واستياء عارمين خلفهما مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق الاعتداء وصفه كثيرون بالوحشي تعرض له أنصار نادي الرياضي واستدعى تدخل الأمن الذي أعلن عن اعتقال عدد ممن يشتبه في تورطهم في تلك الأفعال واستمرار البحث عن آخرين. الفيديو المتداول يظهر شبابا من مشجعي نادي الكوكب الرياضي المراكشي وقد تم تجريدهم من ملابسهم وتعريضهم للضرب والجرح والسب بكلام ناب من طرف أشخاص يشير كلامهم إلى أنهم من مشجعي نادي أولمبيك أسفي، وذلك عقب مباراة جمعت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي، الأمر الذي خلف صدمة كبيرة بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. المديرية العامة للأمن الوطني دخلت على خط هذه القضية حيث أعلنت في بلاغ لها أن الفيديو المتداول والذي يوثق لأحداث إجرامية تتعلق بالشغب الرياضي التي شهدتها مدينة أسفي قد كان موضوع بحث قضائي باشرته المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأسفي تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكشفت المديرية أن مصالح الأمن الإقليمي بأسفي قد أوقفت 9 مشتبه فيهم بينهم شخص راشد وهو المحرض الرئيسي على أعمال العنف التي تظهر في الشريط فضلا عن 8 قاصرين شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وذلك مباشرة بعد انتهاء مباراة كرة القدم التي جمعت بين أولمبيك أسفي والكوكب المراكشي بتاريخ 4 يونيو الجاري. ويتابع المصدر موضحا أنه قد تم عرض جميع المشتبه فيهم على أنظار النيابة العامة المختصة وذلك صباح أمس الجمعة من أجل ارتكابهم جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وضد النظام العام. في الوقت نفسه أكدت المديرية أنه جرى تشخيص هويات أشخاص آخرين شاركوا بدورهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والذين يتواصل البحث من أجل توقيفهم وإخضاعهم للأبحاث القضائية اللازمة. وكان نادي الكوكب الرياضي المراكشي قد راسل الجامعة الملكية لكرة القدم بشأن أحداث يشير مضمون المراسلة إلى كونها سبقت ورافقت وأعقبت المباراة التي جمعت نادي الكوكب المراكشي ونادي أولمبيك أسفي، ومما أوردته المراسلة أن عدم اتخاذ قرارات حاسمة كان سببا في تمادي جمهور أولمبيك أسفي في مسلسل اعتداءاته على مكونات فريقنا، مشيرا إلى أن النتيجة كانت خسارة المقابلة وعدد هائل من الجرحى في صفوف جماهيرنا الذين لم يقضوا صباح يوم العيد مع ذويهم.